كلام صحيح عنه مروي متصل وأنه لم يقله وقد مع الشاهد وهذه كلامه حجة، لكن في هذا الموضع لا يصح أن نقول هذه كلامه حجة، وذلك لأنه قد عارض الأحاديث الصحيحة الدالة على المنع من صيام يوم الشك. الجواب الخامس أو السادس أنه قد رجع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن هذا الرأي. إذا صح أنه قال هذا القول فالظاهر أنه قد رجع عنه. فابن القيم مؤلف زاد المعاد وجماعة من علماء السنة يروون عن أمير المؤمنين مثل غير من الصحابة أنه كان يمنع صيام يوم الشك، كما أن في المجموع مجموع الإمام زيد بن علي الذي رواه أبو خالد الواسطي حدثني زيد بن علي عن أبي عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر الناس بأن يقضوا اليوم الذي فاتهم من أول شهر رمضان. في مجموع الإمام زيد بن علي في كتاب الصيام يقول فيه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر رعيته بأن يقضوا اليوم الذي لم يصم هو ولا غيره لم يصومه، وهذا مما يدل على أنه لم يصم صيام الشك فنقتدي به. ولهذا أن القاضي حسين السياغي مؤلف الروض النظير أيد هذا القول ورجح ما رجحه زيد بن علي أن صيام يوم الشك ليس بالمشروع وإنما هو خلاف الشريعة لأن فيه تقديم. وأيضا أحتاجه بإجماع أهل البيت وأجبنا عليهم بأنه كيف يصح إجماع أهل البيت مع أن زيد بن علي مخالف في هذا وروى عن جده أمير المؤمن علي بن أبي طالب أنه لم يصم صيام الشك. فالصحيح أنه لا يشرع صيام يوم الشك لأن الأحاديث الكثيرة قد دلت على أنه ممنوع، بل جاء في بعض كتب التفسير في الآية لا تقدموا يا علي في سورة الحجرات في أولها لا تقدموا قالت عائشة أي لا تتقدموا بالصيام قبل صيام النبي. في كتب التفسير في فتح القدير وغيره يروون عن عائشة أنها قالت في تفسير هذه الآية لا تتقدموا بالصيام قبل صيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمركم به. جاء مع الصيام يظهر من كلام مالك أنه يرجح الصيام. نعم حديث عن عمار بن ياسر ذكرتك قبل 7 دقائق بالضبط أن النبي أن عمار بن ياسر قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وقلت قبل 6 دقائق قال العلماء هذا الحديث وإن كان موقوفا على عمار بن ياسر فحكمه حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا قال من فعل كذا وكذا فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم المرفوع، مثل ما قال أبي هريرة في الرجل الذي خرج من المسجد بعد الأذى قال أبا هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال جامع الصيام
يظهر منه قال يحيى عن مالك أنه أي مالك سمع أهل العلم ينهون عن يصام اليوم الذي شك فيه من شعبان إذا نوى به رمضان مثل البكارمة الذي قد تموينوا به من رمضان، ويرون أن على من صابه من صامه على غير رؤية ثم جاء الثابت أنه من رمضان أن عليه قضاؤه. قال أنهم لأن الصائم وبينوي أنه ليس من رمضان وانكشف أنه من رمضان فما نواش به. ولهذا الهادوية الذي يقول بصيام والشك قالوا ينوي هكذا، يقول إن كان من رمضان فهو واجب وإن كان من شعبان فهو تضوع، يسوى النية مشروطة. لأن الإمام مالك قال أن على يسمع عن بعض العلماء أن على من صامه على غير رؤية ما رأش ثم جاء الثبت أنه من ربض أن علي قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا، أي أنه ممن يقول بجواز صيام يوم الشك ذي، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. لكن ماشي مذهب الهدوي أنه مستحب. هذا الرأي الذي رواه الإمام مالك عن بعض أهل العلم في قوله ولا يرون صيامه تطوعا بأسا يدل على أنه لا مانع، ما نقول أنه ليس بمكروه، مع أن العلماء أهل السنة يقولوا أنه مكروه أو أنه محرم. إيه؟ هذا قال يعني أنه مكروه أنه مباح، ما بيقولش أنه يستحب. قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي أدركت على أهل العلم في بلدنا العمدة هو في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قصام الشهر ما مش مانع، من كان يعتاد أنه يصوم آخر الشهر أو يعتاد أنه يصوم الخميس أو الاثنين أو غير من هذا لا مانع. إنما كنا نتعجب منهم حينما يمشي يوم عرفة ولا يصوم، الذي في صيامه يكفر سنتين ويجي يوم عاشوراء وما يصام، مع أنه يكفر صيام سنة واحدة. وأنا قلت في الأسبوع الماضي وقلت أن يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنتين، وأنا غالط، أنا غالط، هو يكفر سنة واحدة. فقد نبهني بعض الطلبة بعد صلاة العشاء وقلت أنه سأنبهكم أنا غلط. كانوا لا يصومون يوم عاشوراء ولا يصومون يوم عرفة ولا يصومون في المحرم ولا يصومون في الاثنين والخميس، لا ما يجي يوم الشك ويصوموا أهل صنعاء من باب بير العذاب إلى عند ميداء القصر، هذا كلهم صائمون. حنا كل السنيين عليه صلوات الله عليه ما بيشتغ للسنة والشيعة في هذا الموضوع، يزيد يقول هكذا. وأنا في حال الشباب عدني مجنون في 17 أو 18 سنة مجنون وشباب وسني، كان حنا نكتوم خزنت وخرجت أصلي عصر والقات حكي كتب ورق لأجلتهم أصلي عصر وأخزن من وسط المسجد حنا كلهم.
خرجت أصلي العصر وجت الكاتب ورق ودخلت في فمي وشربت من البطاهر هذا المحسنة الذي في الجرة الذي في الفلاحي وخرجت وأنا بخزن متحطي لهم هم بيدرسوهن. عادني مجنون ثاني. من كان بيصوم شعبان ما بش مانع يصوم، يصوم الآخر. من كان بيصوم الخميس وصادف يوم الشك خميس في صوم، لكن نلمه ما بلا يوم الشك. أما إذا عرفنا رجل قاعدة يصوم يوم الخميس وصادف يوم الشك خميس صام مش شك ولا شيء، عادة هكذا. عادة يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس، لكن هذا قد كانوا يتركوا البسرولات الذي قد ذهبت طول الصلاة وبعدها يصوموا كلهم هكذا، كانوا يصوموا ويحانكوا الله. والسنيين وقد كانوا أقل قليل، السنين سيدنا حسين العمري وفلان وفلان يفطروا ويسووها يوم تعزبه، يسموه يوم يا نفس ما تشتهي قد غدوها صومه، يسووا الزلابية ويسووا الحنيد ويسووا ويضيفوا حنا كل هذا. لكن مرة ظهر ما وجدها البرقية إلى عند الإمام إلا قبل الظهر بساعة أو ساعتين، والإمام بلغ ذيك الساعة للبراكز كلها إنهم يمسكوا، فأمسكوا، فألصنع منهم من أمسك ومنهم من تغطى وبعدها أمسك لأنه قبل الظهر. ومن جملتهم الضيوف حتى سيد الحسن العمري، هذا مدين مضيف أو بالضيف، هذا قال لهم خلاص امسكوا ومسكوا وفلتوا بنت الصح والحنين والسبايا كلهن وامسكوا. قال سيد الحسن العمري خلاص ما دام قد ظهر يحرم ان تاكلوا او تشربوا او غيره، وهذه وفلتوا الاكل هذا وصاموا. اما اهل السوق هذاك الذي مفطر هذا الثاني الذي، اما الذي صاموا يوم الشك فهم فرحوا بعد انهم الحمد لله وقع على ما وقع. قال جابع الصيام حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر صياما منه في شعبان. فلهذا أنه من المستحبات أو من السنن أن الإنسان يصوم في شعبان. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. هو كلهن يجزي به الله سبحانه، كلهن الثواب من الله سبحانه وتعالى، لكن اختلف العلماء في قول الصيام لي مع أن جميع العبادة هي لله. ومن جملة ما قالوا في قول الصيام لي أنه لم يتعبد أحد من الملوك رعيته ويأمرهم أن يصوموا. من جملة ما قال بعض الملوك كان يأمر رعيته بأن يصلوا له، أي
يسجدوا له أو يخضعوا له. وبعض البلوك أو كل البلوك كانوا يلزموا رعيتهم أن يسلموا لهم أموال الضرائب والعادات، هذا الذي تشبه الدول من أيام الأولين كلهم. كما أن الحج كان بعض البلوك يقصدوه إلى محله، قالوا ولم يسمع أن ملك من البلوك كان يأمر رعيته بأنهم يصوموا لأجله. هذا من جملة ما قالوا فيها قوله الصوم لي وأنا أجزي به. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سعيد بن مالك عن أبي عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ورد حديث اللهم إني صائم، وورد حديث إني صائم. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. روي عن الإمام الشافعي أنه كان يقول أن السواك بعد الظهر في رمضان مكروه لأنه يثب الخلوف، وقد أجابوا عنه بأن الخلوف هذا هو بيطلع من المعدة رايحة كريهة، قد المعدة متغيرة حينما أكلش بتأكل الفضلات والمختلطات فيطلع الشم، ولا على قلب في السواك. أحمد والإمام الشافعي قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفكه يصومها. يقول هكذا في كتب الفكه. وقال الإمام مالك لا يسن صيام 6 أيام في شوال والفكه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق بربضان ما ليس منه. أهل الجهل والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند العلم عند العلم ورأوهم يعملون ذلك. هكذا يرى الإمام مالك بن أنس. وإلا فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صاب الدهر، فكأنما صاب الدهر أي فكأنه صاب السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها 30 يوم رمضان و6 أيام 36، إذا ضربناها في 10 تكون 360 وهي صيام السنة. وهذا قد قال به الجمهور، جمهور العلماء يقولوا بصيام 6 ولكنهم يغلطون في اسمها فيسموها 6 البيض، والصواب أن تكون 6 السود لأنه في أول شوال ما قبش يعني بيض، البيض 13 و14 و15 مع القمر، أما هذا فماشي 6 بيض. وبعد اختلف العلماء هل يشترط أن تكون عقيب الفطر أو لا بارع أن تكون من نص الشهر، فبعضهم هم علماء أهل المذهب العدوي ومن وافقهم قالوا لا بد أن تكون من ثاني شوال، وقال آخر لا مانع أن تكون في نص الشهر أو في آخره. ثم اختلفوا هل اشترط أن تكون متوالية أو لا مانع أن تكون متفرقة. علماء المذهب العدوي يقولوا يكون متتابعة، وهناك علماء آخر قالوا لا يشترط التتابع سواء كانت متفرقة أو متتابعة، وسواء وقعت عقيب الفطر أو في نصف الشهر لا فرق بذلك، لأن الحديث يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، ولم يقول 6 من شوال متتابعات، ولم يقول أنه عقيب الفطر. فالظاهر عندي أنه لا مانع للإنسان أن يصوبها ولو متفرقة، ولا مانع للإنسان أن يصوبها ولو بعد أيام العيد ولو بعد أسبوع، الظاهر هذا. ومن ادعى أنه لا بد أن تكون متتابعة أو لا بد أن تكون
عجيب الفضل فعليه أن يأتي بالتالي. كانوا يسموها صنعاء، نعم، ويجعلوها من يوم ثاني العيد متتابعات متواليات متتابعات عجيب الفطر، لكن على أدلة تدل على أنه لا مانع في أي يوم في أي أسبوع كانت، لأنه بيقول من صاب رباط وأتبعه ستة من شوه. بقينا الآن بعض البنات أو بعض النساء تأتي هنا العادة الشهرية في رمضان فتفطر أيامة الحيض ستة أيام مثلا، ثم في يوم العيد تتصل وتسأل أيهما أقدم، هل صيام ستة الأيام الذي علي أو ستة أيام البيت؟ فأنا أقول لها قدمي ما عليش من القضاء لأنه واجب، والواجب أقدم من التطوع، ثم بعد ذلك صومي أستها الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أنت إذا صمتي أستها الأيام ما استقش عليش الحديث الذي يقول من صام رمضان ما صمتيش رمضان، أنت صمتي 24 من شهر رمضان ولم تصومي شهر رمضان، ولكن الأولى أن تصومي أستى الأيام التي عليش لأجل ترجعي تصومي التطوعات، وقد صدق عليش أن أنت صمتي 30 يوم شهر رمضان لأدلش هذا، ولأن الفريضة أقدم من النافلة، فترجع تقول ولكن قالوا أنني أصوم من ثاني العيد أستى الأيام وأرجع أقضي من بعد أستى الأيام. فأنا أجوب عليها أقول لها هذا على ما ذهب إليه العلماء الهدوية الذي قالوا أنه عجيب الفطر، أما رأيي الشخصي فلا مانع أن الإنسان يؤخرها إلى نصف الشهر لأنه يصدق على هكذا. قال لكن إن كانت مثلا أفطرت في رمضان 24 يوم أو 25 يوم ما أشتكش عليها الحديث، ما أشتكش ما؟ هي حال مثلا حاضر 25 يوم ما أشتكش يعني توفق بين العيد ورمضان في شهر شوال ماذا؟ يقول لنا لو حاضر 24 يوم في الشهر يعني ستضطر أنها تقضى 24 يوم فيفوت شوال ولم تصوم الستة من اخرجوا لنا مره بتحيط 25 يوم وأنا أتي لكم مليون دولار. ماله؟ نفسها ماله؟ ولدت في رمضان وهو بعده ما صامتش رمضان معظم. ما صامتش ما نسوي لها أقول لها الواجب على الشرعي شهر رمضان عندش 25 واجب بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، وبعدها صومي التطوع، لا أخشى أن اشتبوتي وعاد عندش ثياب رمضان. أقول لها هكذا وبعد عشر سنة يعني يبين هذا أنه ما كان يصوم السبت دون عايشم ما إحنا بنقول شارعوا إلى مغفرة. الأدلة تقول لنا أن إحنا نقضي هذا وأن إحنا نأتي الواجب ما نصير شنو قاعد عايش في تي البس على حين تأخرت الأشعبة إلا إذا قشي معنا برقي من السماء أن إحنا نعيش للصلاة الثانية لا شعبان ولا، فاللازم على الإنسان أن يقضي من سوى يعني. ماذا؟ هذا الكلام وبعده فما يشتي؟ إنه يشتي الجواز يقول للبر هذا صومي أستاء الأيام صوم أستاء الأيام، لكن هل يصدق عليها هذا الحديث من صام رمضان وأتبعه اشتم من شوال هل صامت رمضان هذا المره؟ ما صامش رمضان.
كيف؟ ولو قدت لنا عذر وقالت لأنها مشغولة بمحتاجات النبي أو بهذا المعنى. في الحديث هكذا لأنها كانت مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هذا البره الوالدة الذي بيخبر عنها قصة مشغول بنبي حاكينا. هذا بتقول لنا عائشة ما لكم شعبتوا في فعل عائشة هذا وتجعلها هذا؟ من أي حين قد احنا عائشة كدية يعني كلامها وفعلها حجة؟ هي بتعتذر، قالت ما قد كنت تزم لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قالت هكذا، ما قلت ما قالش أنني كنت أخر الصيام إلى شعبان وأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا حرج علي في هذا، قالت الحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولنا أمره ما صامتش إلا في شعبان لأنها مكلفة بنبي على أن تحاجر. ها؟ ما الله أعلم. قال وقال يحيى سمعت مالكا يقول لما سمعت من أهل العلم والبيت ومن يكتدى به عن صيام يوم الجمعة وصيام حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم وأرى كان يتحرى كتاب آل اعتكاف. إلى هنا وصلى الله على محمد وآله. الرحمن الرحيم. ذكر الاعتكاف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يعني أن النبي كان لا يخرج من المسجد إلى البيت إلا إذا أراد أن يقضي حاجة أو يتوضأ. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن البريد إلا وهي تمشي لا تقف. قال مالك لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة البريد والصلاة على الجنائز واتباعها. قال مالك لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة البريد والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. الاعتكاف في اللغة هو الإقامة. يقال اعتكف فلان في بيته بمعنى أقام في بيته، هذا في أصل اللغة. ويقال اعتكف علي سالب البيت في عدن بمعنى أقام في عدن ولم يطلع إلى صنعاء. فالاعتكاف في اللغة العربية معناها الإقامة في الشيء، عاكفون على الأصنام يعبدوها. الناس يتوهموا أن الاعتكاف هو الاعتكاف للعبادة، هذا الاعتكاف للعبادة، هذا هو الشريعة. أما في أصل اللغة فالاعتكاف هو الإقامة. ومنه ما ورد في القرآن لم نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. عاكفين يعني مقيمين، هذا الاعتكاف. ويقال اعتكف فلان بمعنى أقام ولم يمشي
ولم يرحل وإنما هو مقيم، هذا هو في اللغة العربية. أما في الشريعة فالاعتكاف هو الإقامة والبكث في المسجد، هذا في الشريعة المعنى أخص، في اللغة المعنى أعم. الاعتكاف في اللغة العربية أعم، أن يعتكف بمعنى يقيم في أي محل كان، هذا في أصل اللغة. أما في الشريعة فالاعتكاف هو الإقامة في المسجد أو اللبث في المسجد، قال الله سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف في الشريعة الإسلامية هو البكث في المسجد فهو أخص، الاعتكاف في اللغة أعم وهو الإقامة والمكث في أي محل كان لعبادة أو لغيرها. أما في الشريعة فلا يسمى مكث إلا إذا كان في عبادة وفي بقاء في المسجد لا في البيت ولا في غيرها. هذا هو الشريعة الإسلامية تقول الاعتكاف مشروع، وقد وردت الأدلة للترغيب في الاعتكاف في المسجد، ولكن العلماء اختلفوا، اتفقوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد ولا يكون في غيره، ولكنهم اختلفوا هل في كل مسجد أو في مسجد خاص. فالعلامة محمد ناصر الدين الألباني يذهب إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في إحدى المساجد الثلاثة، الحرم المكي، الحرم المدني، المسجد الأقصى، ويروي حديث لا اعتكاف إلا في هذه المساجد. ولكن بعض علماء العصر لم يوافقوا على صحة هذا الحديث، فالجماهير من العلماء يقولوا في أي مسجد كان، إلا أن بعضهم يقول في مسجد تقام فيه الجمعة، وبعضهم قال في أي مسجد كان صغير أو كبير، سواء تقام فيها الجمعة أو لا، سواء من المساجد الثلاثة أو في أي مسجد من المساجد غير المساجد الثلاثة. فالعلماء متفقون على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وإن كنا قد هذا سواء، ولكن اختلفوا هل يشترط في الاعتكاف أن يكون صائم أو لا. فالجمهور من العلماء يقول من شرط الاعتكاف أن يكون صائما، وذهب علماء الظاهر وهو الذي رجح الشوكاني إلى أنه لا يشترط الصيام. قال الأدلة الدالة على الصيام ما تدلش على الصيام، ما كان فيها حديث صحيح فهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي لا يدل على الوجوب، إنما يدل على السنية، وما ورد مما يدل على الشرطية فهو موقوف على عائشة أنها قالت لا اعتكاف إلا بصوم، هذا صح أنه من كلام عائشة، وكون النبي كان يعتكف في رمضان حديث صحيح، ولكنه فعل، والفعل لا يدل على السنية ولا يدل على الشرطية. فلهذا كون الإنسان صائم أو غير صائم ليست مجمع عليها. فعلماء الظاهر ومنهم الشوكاني لا يشترطون أن يكون الإنسان صائم، أن لا يكون الإنسان صائما. ثم اختلف العلماء في الأقل، في أقل الأقل الاعتكاف، فعند العلماء الجمهور أقل الاعتكاف أن يكون يوم واحد. لماذا قالوا يوم واحد؟ لأنه مشترط الصيام، وأقل الصيام يوم واحد، فلهذا يقولوا أقله يوم واحد ولا حتى لأكثره. الشوكاني لم يشترط الصيام، وحيث أنه لم يشترط الصيام فعنده
أنه لا معنى أن يعتكف الإنسان ولو بعض يوم. فالذي بيترك بيته ويأتي إلى المسجد ويصلي الظهر ويبقى يتلو القرآن أو يدرس العلم ثم يصلي العصر ويتلو ما تيسر من القرآن أو ما تيسر من العلم ثم يخرج عند الشوكاني يسمى معتكف، لأن أقل الاعتكاف يكون بعض ساعات، ما يشترط أن يكون يوم كامل. وهذا كالذي قالوا أنه يشترط أن يكون اليوم كامل، هم ما قالوا بهذا القول، لا لأنه متفرع على قولهم أنه من شرط الصيام وليس من شرطها الصيام. عند الشوكاني وأهل الظهر قالوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فهو فعل، والفعل لا يدل على الشرطية وإنما يدل على السنية فقط. ولا الحديث الذي يدل على الشرطية وهو لا اعتكاف إلا بصوم ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين جاء الدكتور؟ لا ولا أجل الماء، هو ذا معي ماء، هو ذا بالماء، ارجع إلى لا أجل منفعة شخصية لنفسك ونو لا أجل هو ذا معي ماء. فالخلاصة أن الناس يعتقدوا أن من شرط الاعتكاف أن يكون صائما، ومن شرط الاعتكاف أن يكون يوم أو أكثر من يوم، وهذا ليس هذا قد قال به الجمهور من العلماء. أما أنها مسألة إجماعية فليست بمسألة إجماعية، فعلماء الظاهر ومنهم الشوكاني يقول أنه لا يشترط الصوم ولا يشترط أن يكون يوم ولو نص يوم. فإن قلنا لهم ما هو الدليل على ذلك، يقولوا اتوى الدليل أنتم، من اشترط الصوم فعليه الدليل لأن الأصل عدم الصوم، ومن اشترط أن يكون يوم كامل فعليه الدليل لأن الأصل عدم الشرطية، ومن ادعى شرطية أي شيء فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح الصريح، وإلا فالأصل هو عدم الاشتراط. ثم أن الشوكاني تضوع وتبرع وقال سأتي بدليل. ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمير المؤمن عمر بن الخطاب، وقد قال له أنا قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي أوفي بنذرك، مع أن الليل ليس بمحل للصيام. هذا دليل الشوكاني تبرع به، ولا يأتي بالدليل من بيشترط الصيام. وبعد اتى دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل من شهر شوال، ومن جملة الأيام الأوائل من شهر شوال يوم العيد، ويوم العيد لا يصام فيه إجماعا. هذا من أدلة الشوكاني الذي يقول عنه ما بش دليل على شرطية الصيام. وإذا قد أبطل الدليل على شرطية الصيام فقد أبطل الدليل على أن أقل يوم، فليقول ولو كان نصف يوم. هذا بالنظر إلى الشرطية. أما بالنظر إلى السنة فالسنة أن الإنسان يعتكف طول اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف طول اليوم، والسنة أن النبي أن الإنسان يصوم حال الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوائل من رمضان وهو صائم. فلا شك أن الاعتكاف والبقاء مدة يوم أو أكثر من يوم هذا هو سنة. لكن إنما النزاع بين الظاهري والجمهور في مسألة هل الصوم شرط أو لا، هل يكون أقله يوم
أو لا يشترط أن يكون يوم ولا هذا نصف يوم. هذا خلاصة هذا. فهذا كلام عائشة الذي تكلمت بهذا هي بتبني على أنه من شرط أن يكون يوم، ولهذا قالت أنه ما يخرج شيء يعود المريض، وإذا عاد المريض فيمر عليه مرور ما يمكنش. هذا كلام الجمهور هكذا، لكن أهل الظاهر يقولوا يصير يزور المريض ويعمل أي شيء، لأنه ما اشتردوش اليوم ولا اشتردوا الصيام، وبناء عليه فعند الشوكاني ما بش مانع أن يخرج لأي حاجة، أي سبب اعتكف. إيه ما بش عندك ما بش معنى ما يشترط أن يكون يوم، ما يشترط. أما الجمهور من العلماء قالوا يشترط أن يكون يوم، وإذا يشترط أن يكون يوم قالوا لا يخرج إلا للضرورة، بشرط أن يكون في نصف النهار بحيث أنه لا يأذن الفجر إلا وهو في المسجد، ويأذن المغرب وهو في المسجد، وإذا خرج للضرورة لأمر الضروري فلا مانع أنه يخرج ولكن في منتصف النهار. قالوا هكذا. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا أمشي لحاجة أخي لي خير لي من في كفاف من هذا شهر، لا يعرف هذا مثلا لو أنه وين هو الحديث؟ هذا الحديث صحيح هذا؟ طول من كله الحديث هذا أنا أعطيك كفاف مش وش صحيح الحديث الحديث صحيح جمع ماذا؟ أنا أعطيك كفاف أنا مش حاجة أخي أحب لي أن أعطيك وبعدما تلي على فضيلة الاحتكام لا يدل لمذهب الجمهور ولا يدل لمذهب أهل الظاهر، يدل على فضيلة الاعتكاف وأنه وعلى فضيلة المشي في حاجة الإنسان إذا كان مضطر إليه أنه أفضل من الاعتكاف، بس الاعتكاف فضيلة، ولكن إذا كان هناك حاجة ضرورية فيها منفعة للغير فهو أفضل من الاعتكاف، ولا يدل على شرطية اليوم ولا يدل على شرطية الصوم ولا يدل على عدم الشرطية لا للصوم ولا اليوم، هذا شيء ثاني. يعني في هذا الحديث مثلا إذا جاءت حاجة ماسة للإنسان فلا بأس به أن يخرج على هذا الحديث، يعني جاءت حاجة لإنسان مثلا ما في خفاء يقولوا للقدوة الصوم أو أسن تنفع فلان المريض المضطر أنك تأخذه إلى عند الممرض إلى عند الدكتور، فيقول الإنسان لأن أمشي في حاجته خير من أن أعتكف، هذا ما بش في الدليل على أنه يخرج من المسجد ما بش. الحسن البصري عندما أخرج أحد التابعين فقال له قل له يا أعيمش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تمشي في حاجة أخي لك خير لك من أن تعتكف في المسجد هذا شهرا، فخرج من الاعتكاف. هذا قال الحسن وغيره، بنقول لكم في الأدلة، الأدلة ما تدلش على شرطية اليوم ولا على عدم شرطية المسكت عنها، وكل واحد يأخذ. أما الاجتهادات كذا عايشة أم المؤمنين بتجتهد وتقول أنهم لا يزوروش المريض، في رأي عايشة قال بنقول عن عايشة كذا رأيه قال مالك لا يكون المعتكف معتكفا حتى يشترب ما يشترب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان، هذا رأي. ما بش أحاديث الشوكاني قال الأحاديث الصريحة ليست صحيحة وإنما هي موقوفة، والأحاديث الصحيحة إنما تدل على السنية وهو الفعل ولا تدل على الشرطية. رأيها هكذا كيف البريد حتى قام وتخطب إيه بعد قبل ترسم سعمان سوان هذا الأيام بعض الزوار يدخل عند المريض يزيد يمرضه فوق ما هو مريض، إنه كيف القصة ويأتي لها القصة من أولها إلى آخره وخرج وجزائر ثاني إنه كيف القصة ها ويأتي لهم القصة كيف اللوبة ورد لوبة صدب السيارة اللوبة لوبة كذا. مر السنان زور وزير الأوقاف القاضي علي السمع صدبتها السيارة في عصر في بارد، وبعد من جاء زاره
مش تيجي تيلها القصة. أنا وصلت السلام عليكم قالوا عليكم نسأل الله لكم الشفاء. أنا أقترح بدل من من جاي رسم ويتيه دا يصير تهدروا ويزيد برغضوكم جروا المسجلة وقالوا خرجت على الدورة خذي لا كذا وقعد كذا الطبيب أخذ لي كذا ثم قلتوا القصة قال من جاء قالوا لي اضغط اضغط على الزر هذا ويسمع القصة من أواخرها لا بعد رحم زي اللي الولد اللي بينافعكم الهدية يرد الشريط الأول ومن جاء ورثها أعجبه هذا من جاء السلام عليكم وعليكم السلام وهو يضحك ما لكم تحكوا قال قتش القاضي محمد العبراني إلى هنا فوصل ما جلس عندي إلا دقيقة قال لي في أمان الله الله يشفيكم أنا أقترح كذا وكذا وكذا وهم يفهموا كل واحد يروح لواحد يسأل هذا اللي قلت ولدي يشتي هذا ولا يسأل ولا بنتم ونخرج بنخرج ونلقى ذيك الذي في الحقنا نخرج من عنده والحقنا الذي في برضه هذاك وبعد نقول له علي باسم كيف القصة قال كذا كذا قال كم جلسوا بالشفاء قال كذا خلاص أحسن من الوصم أحسن من الشيء فهذا من آداب زيارة البريد أن الإنسان لا يكثر من الكلام عنده أو من الأسئلة المحرجة وأنتم البسرتوا ما كلفكم الله يوم الجمعة اجلسوا في بيتكم واختصلوا وتحببوا وانضي بابكوا وتعطروا وخرجوا الجمع من الملوي ما بش حاجة هذا وزاير قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف فقال نعم لا بأس بذلك قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه ولا يكره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف في المسجد الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبيتها الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها ألا عندي أنه يعتكف في أي مسجد من المساجد وإذا صادف أن المسجد لا تكون فيها الجمعة فعندي لا مانع أن يخرج يصلي جمعة ويرجع صلاة الجمعة يتركها ومن قال مالك فمن هناك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب على أن يخرج منه إلى المسجد الذي يتجمع فيه الجمعة إذا قد كان مريض أو قد مسافر أو ماله قال إذا ما وجبش على الجمعة فلا بأس من هو الذي ما تجبش على الجمعة إذا هو عبد أو مسافر أو مريض هذا الذي ما تجبش على أو امرأة قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد ولا بأس أن المعتكف يضرب بلا بيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمهور من العلماء يقولوا لا مانع أن يصير يرقد في بيته لا مانع أن يصير يتناول العشاء في بيته وينام في بيته ويتسحر ويرجع أي قبل الفجر كان رسول الله قول عائشة كان رسول الله إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال علماء الظاهر هذا لا يدل على الشرطي وإنما يدل على السنية ولا اعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني الصوبة وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكاف في أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها هذا بيبني على أنه لا يشترط الصوم هذا الكلام رأي أنه لا يشترط الصوم والمعتكف مشتغل باعتكاف لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله
وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفي إياه. قال مالك: لم أسمع حتى من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال. ما كان من ذلك فريضة أو نافل، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، أما المجاور في بيت الله أو معتكف في بيت الله سواء كان قروي أو بدوي، ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. يعني يدخل في البيت يقال بجاور، لأنه جاور بيت الله وجلس فيه. ولهذا سموا العلامة الزبخشري جار الله الزبخشري، لأنه جابر الكعبة وبقي فيها. قال: ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافع عن مولاه عبد الله بن عمر قال: لا اعتكاف إلا بصيام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: واكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. هذا هو مذهب الجمهور، وبه قال علماء الشافعية والزيدي وغيرهم، لكن المسألة ليست إجماعية. خروج المعتكف إلى العيد عن زياد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. كل أرى ما قد اتاش حديث. حدثني زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهلهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا هذا أحب ما سمعته إلي في ذلك قضاء الاعتكاف. حتى ذري زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خيمة جنب خيمة، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، كل واحد قد سويت لها خيمة صغيرة في طرف المسجد. فلما رآها سأل عنها، فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر تقولون بهن، يعني بتفعلين هذا الفعل تريد البر، هذا بعدش بر. البر أداة استفهام، مت أصلا البر ألف الاستفهام وألف البر التعريف. تقولون بهن أي تفعلون. العرب تطلق القول في بعض الأحوال والمراد بالفعل، وهذه لغة عربية ولغة حرفية. يقول قلتها بكذا، قال قلتها بكذا يعني فعلتها به. قد يطلق القول والمراد به الفعل، هتفعلنا هذا الفعل وتريدين البر. فهنا يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه رياء. ثم انصرف فلم يعتكف حتى عتكف عشرا من شوى، مات ويشتين يلحقن بعد النبي ويقتدم به، وكل واحد تشتي تفعل لها خيمة في المسجد. كره النبي صلى الله عليه وسلم ها
هذا التظاهر هذا أو شبه مظاهرة أو شبه حفظه. قال وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأجاب يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد أيجب على يدي حتى يكون ما بقي من العشر؟ إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف وجب عليه ذلك؟ فقال مالك يقضي ما وجب عليه بالعكوف إذا صح في رمضان أو غيره. إن كان نذر فعليه أن يقضي، فإذا ما نذر ما مش على أن يقضي. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. ربما يدل على يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم لهن حتى لا يقلدن النساء الاخريات فيكثر الاخذية في المسجد. هو هذا على كل مثل لو قلنا مثلا فيها حب الظهور قد يكون فيه. الخلاصة انه ما رضيش يعترف لهن بهذا، فقال البر قال بهمزة استفهامي ممدود وبغير مد تقول اي تظن والقول يطلع على الظن. قال عشان أي متفزا به فلم يعترف بنفع أمر بخبائه فقوض بذنب الكاف وكسر الواد ثقيل فضاد عين. قال عياض قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكارا لفعلهن، وقد كان أدل بعضنا في ذلك. وسبب إنكاره أنه خاف أن يكون غير مخلصات في الاعتكاف، يخشى أن يكون فيه بعض رياء، بل أردنا القرب منه لغيرتهن عليه. بس بهم لحد تجي من النساء تكون تجي تزوله أو لغيرته عليهن، فكره ملازمة المسجد مع أنه يجمع الناس وتحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن، فيبتذلن بذلك أو لأنه رأهن عنده في المسجد وها في معتقه فصار كأنه في منزله لحضوره مع أزواجه. جعل ثلاث علل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك خشية من أن يكون فيه غير مخلصات في الاعتكاف، وأنه ما أردنا الاعتكاف وإنما أردنا أن يقربن منهن لغيرتهن على النبي. هذا يحتمل هذا، ويحتمل أن المسجد سيدخل فيه الأعرابي والمنافق والتدين وغير المدين المتدين وهن مضطرات يدخلن ويخرجن ما بش حاجة يجلسين. ويحتمل أمر آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتكف بمعنى ما عاد يجالس سواجاته ويخلص العبادة لله. أما إذا قدوا في خيمة وأم المؤمنين حفص في خيمة وأم المؤمنين عائشة في خيمة وأم المؤمنين زينب كأنه في بيته. هذه الثلاث علل أتى بها في الشرح، يحتمل الأول أو الثاني أو الثالث، ويحتمل أن العلل كلهن أرد. الله سبحانه وتعالى أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن بقائهن وقوض خيبته لأجلهن بعد ذلك يقوضن. هذا لا ندري ما هي العلة، هل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة أو هن جميعا. العشر الأوائل من شوال وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتكى في العشر الأواخر من شوال العشر الأواخر من رمضان، وفي حديث الأوائل من شوال. وبهذا الحديث استدل به الشوكاني على عدم شرطية الصيام، لأن أول يوم من شوال يوم العيد وهو لا يصام إجماعا. ولكن الجمهور الذي يقولون بأنه يشترط الصيام قال ليس المراد به من يوم العيد، أدرك العشر بمعنى يوم من يوم ثاني شوال. أما هذا فهو بالإجماع أن ما اعتكفش فيه، لأنه أولا سيخرج إلى الجبانة أو إلى المصلى يصلي بهم،
ثانيا أنه يعني ما يصامش يوم العيد، فقالوا بالجرائم تدل على أن المراد العشر لا ابتداء من أول يوم في شوال ولكن ابتداء من ثاني يوم في شوال. إيه والشوكاني، الشوكاني قال من اشترط الصوم فعليه أن يأتي بالدليل، ومن لم يشترط الصوم فالأصل عدم الاشتراط، يقوم مقام المنع وينكر الشرطية هذا، لكن قال سنتطوع ونأتي بدليل وأتى بهذا الدليل. ما أدرش ما هو الإشكال، ما هو الإشكال؟ نعم. يوم العيد. قالوا هكذا. هو قال بالتطوع وتبرع ولا بشيء وظيفته، وزد تبرع بدليل الآخر، وهو أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله كنت في الجاهلية نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، مع أن الليل ليس بمحل الصوم. هذا من الأدلة التي تبرع بها الشوكاني يستدل بها على أنه لا يشترط الصيام. لا شك أن الصيام هو أفضل، يجمع بين عبادتين، بين عبادة الصيام وبين عبادة الاعتكاف، لكن بيقول لهم من أين لكم أنه شرط؟ ما بيش دليل على الشرطية أصلا. أول لا فهو يوافق أن الاعتكاف، ويقول أن النبي قد كان يعتكف وأن المعتكف، لكن أما أنهم يجعلوا شرط ويقولوا أن من لم يصم لا يسمى اعتكاف فهو غير مسلم لهم. طيب الاعتكاف يكون مش في الليل ولا لا؟ يكون في الليل، نعم. طيب في الليل مفترض ما مصح. هذا نقول على الجمهور. الجمهور أن نلزمهم، نقول كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف اعتكف في الليل؟ وإلا فإذا وشرط الاعتكاف، ولهذا الجمهور قالوا إذا وشتي يتبع الليل يتبعه، أبا أنه واجب على ما يخشو واجب على، لأنه اشترط بالصيام. قال وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع ولم يعتكف، حتى إذا ذهب رمضان اعتكف 10 من شوال، والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحلهما ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. قال مالك في البراءة أنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها أنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي الساعة الظهر، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها، وبذل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين، فتحي ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. هذا البحث قد سبق أن قلنا لكم أن المرأة إذا عليها شهرين متتابعين، إذا قتلت خطأ وقلنا لها صم شهرين متتابعين، صابت فولدت أو حاضت تفطر ثم تبني على ما قد فعلت، ولا تستأنف الصيام من جديد، بل يعني على المقصود أنها تصوم 60 يوم، ولو انقطعت في بعض الأحوال لأجل إذا كانت حائض وتقضي بدلها، ولا تستعرف، بخلاف المسافر. فالعلماء قالوا أنه لا يبني بل يستعرف صيام من جديد، لأن السفر هو تحت اختياره، لا يقول أنا لا أستطيع أن أسافر أبدا لأن علي صيام شهرين متتابعين وأنا متواصل، فهو بالخيار ما يعتذر من السفر أو يسافر ويصبح على السفر، لأنه تحت اختياره.
بخلاف الحيض فليس تحت اختياره. طيب يا المباشر طيب لو مثلا يسوق السيارة بسرعة عادية مشي سريعا واقتلبت السيارة يصوم شهرين لأنه أما له متعمد لن نقتله، أما إذا متعمد هذا الخطأ حق السيارة. حوادث السيارات كلها تسمى خطأ، ها، وعليه أن يسوق، وهذا مش مشكلة. ولو تعددت القتلة روبيا ولو تعددت روبيا يصوم 8 أشهر، إذا هم 4 يصوم 8 أشهر، وإذا هم 2 4 أشهر. إيه كل واحد يبه، إيه كل واحد يبه لنفسه، لأنه هذا يمشي بهدوء، كل واحد بجنان لابد أن يمشي بهدوء، ووصل عدد الإشارة ولا يجنن شي يسبطها، أي شلو هالجن ما هو دا أسبطها أكيد تغلق، كيف تجع لا تغلق الإشارة؟ لا الحمد لله ما جت الحمرة، إلا وقت كنت خرجت، قلنا ما يقع لك انتظر. اللازم أولا يتفقد السيارة قبل ما يركب، ثانيا يمشي دلي دلي، ثالثا إذا عارض واحد حمار بلي فلا يجلس يقول الخط لي في بعض الأحوال، والخط له ويجي واحد ثاني يعارضه لا يقولش الخط لي، قدوا بجرهم لا عاد يقعوش ثلاث مجانين يوقف والخط له حسبه الله ويسير أحسن مما يتم يستوي. هذا مش مشكلة، أنا ما بيد استشكل إلا أن القاتل لا يرث، هذا الذي جالس بيد استشكل، القاتل لا يرث. فإذا كان الرجل بعه أولاد، واحد منهم بيصير يتوظف، واحد بيتجر، واحد في المفرق، واحد بيورص في الحديدة، واحد كذا، والطايع الذي عنده بيسوق له السيارة وبعدها حصل خلل سيارة فصدم مات أبوه، الشريعة تقول أنه لا يرث، من كان قاتل لا يرث، ويمنع الشخص من الميراث 3 علل، قتل ورق واختلاف ديني، فالقتل ما يرث. هذا الذي بين الشكل بعض المصيبة يتقاسم والتركة العقاعقة الذي بحتم، والطايع ما يقع على الشيء، هذا اللي بيتقشوا هذا الحميم منه. الطايع هذا قد يكون هو المجنون والسرع بالسيارة زي ما قلت، هو اللي صدموا يعني في بعض الأحوال، بس لكن ولو قد كان ولو ما يهمش، بس موته خلاص كنت عصاب إلا وكلك سوى هو لا يرسل فيها، بس لا يرسل فيها عند الهادي عليه السلام، أما عند الآخر فإنه لا يرث لا بالباء ولا بالتية. نعم في العمد والخطأ مذهب الجمهور، وهو الذي رجعه شيخ الإسلام الشوكاني، أنه لا يرث لا من المال ولا من التية، سواء كان قتل عمدا أو قتل خطأ، لأن الحديث يقول القاتل لا يرث، والألف واللام في قول القاتل تدل على العموم، وهي من أدوات العموم، لا فرق بين أن يكون عامدا أو كان مخطئا، ولا فرق بين أن يكون من البال أو من التية. وهذا الرأي الذي أختار الشوكاني وقرره أختارته لجنة تقرير أحكام الشريعة الإسلامية الذي صدر بخصوصه قرار جمهوري، هذا هو الذي ها؟ ابن من؟ الإمام مالك. هذا مذهب مالك، هو مذهب الهادي، وهو المطبق في علم الفرائض عندنا، والذي كانت المحاكم الشرعية تحكم به، لكن اختيارات لجنة تقرير أحكام الشريعة الإسلامية قررت أنه لا يرث لا من المال ولا من التية، سواء كان عمد أو خطأ. وصيام الشهرين يستأنف فيه، مثلا صام شهرين ثم بقيت يوم شهرين يرتاح شويه ثم يصوم لك.
إذا هم مرتين ثلاث ما بيشتري على المتابعة الثمانية أشهر. صحي تسبب في قتل 23 طفل خطأ. يصوم 46 يصوم يصوم أي. من ميت واحد خطأ وهو المباشر للخطأ فيصوم، مثل ما بنقول للمريح الذي بدنه وثديها فوق الطفل ما تقوم الصبح إلا وقد ميتته بيفتوى أنها تصوم شهر وهو ابنها. ايه نعم. الله اعلم. المقصود العلماء يقولوا من هو القاتل خطا، من يصدق على انه قاتل خطا فانه عليه ان يصوم شهرين متتابعين، لان القران قد نص على هذا. طائره مثلا جاءت مطبات هوائيه واشياء، والطائره سقطت وفيها 130 او 200 والطيار نفسه خرج مثلا، حال ما تسكت ويخرج بهاي ويجي لعندنا انت حاجه. لا تكشف التولية العصرات. أين اقول ابو شني علام كبير انا غير متعلم فيكم، لا تكشف التولية هذا قدد موت. كيف اين جاء من بينهم كلهم يخرجون؟ كيف يخرجوا الطيار عند يتفعل هكذا 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 قاعدة الطيارة أنها أتسكت هكذا. ها؟ هيخرج بالبرشوت. هذاك حتى البرشوت كده بتعلمي لهم 3 سنين 4 سنين بيتعلموا. أما الراكب ولا بلداني ما هو. هذيك البنت المضيفة أنت على هكذا سوي هكذا ما بلبس تفشلي أكثر. لا داري ولا شيء. هذاك الذي تجي هذا هو يتحاكى من داخل ويتفعل يفعلها سوياك تفتحها. لا لا داري ولا شيء، بيفجعونها بأكثر. وانتم مجربين كلكم بتبصروا في الطيارة بتفعلها كذا حقت حتى ذاتكم نفسكم قد وقعت قصات قصات. لا لا داري ولا شيء. مرة قالوا لا لا الطائر في خطر، بس ما البطر 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 وقف وقف باللغة المصرية. قال هكذا خرج بيقول البطر وقف البطر وقف، والثاني بيصح لنا احتجبوا احتجبوا. هذا شو انزلوا. حمرت اذاني كبرت ركبي، لكن وما انني حطت نفسي ما حطت نفسي ابدا. قام قد قصص وقعت لي يدني ربح وقص مر ما استرش الطيارة تخرج حقها المحرك هذا. ولو وين لو وين لو وين فوق اسمه فوق مطار طرابلس. وبعدها رجعنا سنة طرحنا في تونس في كيفه هذا ما ظلش. ومركت كان القطار أي شلبي قطار بيخطى هذا وقطار بيخطى من هنا، وهنا في الوسط حال لا أشد بدا أبدا. وصلنا ما بين مدينتي ركبنا فوق قطار في الليل في روسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. النكاح في الاعتكاف. قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والبراءة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، يعني لا مانع للمعتكف أن يعقد لابنته ولو كان معتكفا، ولا مانع للزوج أن يعقد له بالزوجة هذه ولو كان معتكفا، وهذه الزوجة التي سيعقد عليها
لا مانع من العقد عليها ولو كانت معتكفة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المعتكف أن يتزوج أي يعقد له بامرأة، ولا نهى المرأة أن تتزوج أي يعقد لها برجل، ولا نهى الولي أن يعقد حالة كونه معتكف. لا مانع من ذلك كله، لأن الأصل هو الجواز في كل شيء. إنما المحرم بالحج أو بالعمرة لا يجوز أن يكون هذا المحرم في حالة إحرامه، في حالة إحرامه قد عقدوا له بامرأة، أو قد عقد الأب لابنته، أو المرأة عقدوا لها حالة كونها محرمة. أما الإحرام فهو مانع للعاقد وللمعقود له المعقود لها، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك. المحرم لا يخطب ولا ينكح ولا ينكح، فلا مانع للمعتكف ما لم يكن هناك مس. أما إذا لبس زوجته وهو معتكف فلا يجوز، لأن القرآن قد قال وأنتم في المباشرة، أعم الوارد في القرآن المباشرة بمعنى الوضع أو بمعنى المس، أي مس كان. ماشي، لكن بيقول هكذا ما لم يكن المسيس، ولا ندري ما أراد الإمام مالك بقول ما لم يكن المسيس، هل المسيس الحقيقي أو الجماع. الظاهر أنه أراد بقول ما لم يكن المسيس ما لم يتصل بها جنسيا، لأجل نجعل كلامه محمول على ما ورد في القرآن. قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملكي ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس. قال أي الجماع، قوله لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك المراد به العقد، وفي قول ما لم يكن المسيس قال أي الجماع، فلا يجوز لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. والمرأة المعتكفة أيضا تنكح بمعنى تخطب ويعقد عليها كما نكاح الخطبة، يعني أنها ما بش لها علاقة. ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. من نوى أنه يعتكف في الليل فلا يجوز له أن يضع زوجته، لأن الوضع من مبطلات الاعتكاف. ولا يحل رجل أن يمس امرأته وهو معتكف لا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا المعتكفة أن ينكح في اعتكافها، يعني يعقدوا لبها. النكاح هنا المراد به العقد، لأن النكاح يطلق في بعض الأحوال والمراد به العقد، ويطلق به في بعض الأحوال والمراد به الوطء. ما لم يكن المسيس فيكره ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. لا مانع للإنسان أن يعقد أو يعقد له حالة كونه صائم، إنما قال الإمام مالك لأنه ربما وهناك ناس
متزمتين أو متشددين كانوا يكرهوا للصائم أن يعقد أو يكرهوا للمعتكف ولم يكن صائم أن يعقد له أو يعقد. الظاهر لو ما الإمام مالك نص عليها بهذا. ويكره للصائم أن ينكح في صيامه من كان صائما لا مانع له أن يعقد أو يعقد له ولو لم يكن معتكفا أو معتكفا. ومن كان في الليل معتكفا ولو كان مفطرا لا يحق له يعني يحق له أن يعقد أو يعقد له. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منها من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض. الإمام مالك مشتت في هذا مذهب هذا حتى في نهاية الباب الأول قال لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه شتت. فأمرهما في النكاح مختلف وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. ما جاء في ليلة القدر حدثني زيد عن مالك عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قالوا ليلة القدر عند الجمهور تكون ليلة 21 أو 23 أو 25